السابع من جديد. بنسبة كبيرة تم السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي نشب بالحي الشعب بالمدينة. حيث مكان ديكور أو لوكيشن ديكور لعدد من الأعمال الفنية، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف، سيارات المطافي وسيارات الإسعاف أيضا، والوضع في تحسن حيث نسبة كبيرة جدا تم السيطرة على الحريق الذي التهم للأسف معظم الديكورات. في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي النيران بدأت في مبنى مكون من طابقين، امتدت النيران لمبنى مجاور له، وعدد من الديكورات بالحي الشعبي منهم كان ديكور لمسجد كان هنا قبل أن تلتهم النيران هذه الديكورات أو المباني. سيارات المطافي متواجدة في المكان تحاول إنهاء الوضع تماما. بالفعل نجحت في السيطرة الآن بشكل كبير على الحريق. الحريق استمر لأكثر من ساعتين متواصلة، شايفين مع حضراتكم دي عربيات الإسعاف موجودة لسه في المكان، وعربات المطافي أيضا. تقوم بالسيطرة الكاملة على الحريق. الذي وقع منذ أكثر من ساعتين. بالحي الشعبي. مدينة الإنتاج الإعلامي. تم السيطرة بشكل كبير جدا بالفعل على الحريق. من قبل قوات الحماية المدنية. متواجدة في المكان وعربات المطافي ما زالت تقوم بدورها. بشكل نهائي زي ما قلنا لحضراتكم الحريق كان في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بدأ في مبنى مكون من طابقين وامتد لمباني وديكورات مجاورة للمبنى اللي نشب فيه الحريق، والتهمت الحريق عدد من الديكورات
أن تسيطر الحماية المدنية على الحريق. في إصابات حصلت أو حاجة؟ اه كان معايا اه. ايه الإصابات اللي حصلت؟ اتنين اختناق. حلق اليوم حضرتك معانا على اليوم السابع حالات اختناق؟ يعني الوضع بسيط ولا؟ لا تم اسعافه الحمد لله وبقت الامور مستقره لحد ما المكان اللي كان بيطفوا جوه. تمام ان شاء الله مستقر. طيب الحمد لله. يعني هو الوضع كان حالتين اختناق؟ ايوه. وتم التعامل مع الموضوع يعني؟ الحمد لله وبقت كويسه الحمد لله. شكرا لك. موجود قد ايه من عربيات الاسعاف هنا في المدينه؟ احنا موجودين اعداد كتيره متمركزين في اماكن مختلفه مش في مكان واحد. تمام. متمركزين اكتر يعني كل مكان مثلا تلاقي فيه عربيتين على المربع كله. تمام. ان شاء الله الامور تسيطر عليها يعني. تمام. كل ساده الوقت موجودين وكل العربيات مجهزه. انتوا وصلتوا للمكان وقت ما تلقيتوا البلاغ على طول؟ شكرا 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 لحضرتك. شكرا. زي ما تابعنا مع حضراتكم احد اطقم الاسعاف المتواجدين في المكان اتكلم عن انه كان في حالتين اصابات فقط، حالات اختناق بسيطه وتم التعامل معاهم وتلقوا العلاج اللازم دون وقوع اصابات اخرى. والآن بالفعل تم السيطرة اليوم السابع، تم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية. ما زالت سيارات المطافي زي ما حضراتكم شايفين متواجدة، أيضا سيارات الإسعاف كما تحدث إلينا أحد أطقم الإسعاف، تحدث عن وجود حالتين مصابين بالاختناق وتم معالجتهم وتم التعامل مع الأمر دون وجود أي إصابات أخرى. أيضا تحدث عن تواجد عربات الإسعاف منذ تلقيهم البلاغ، هناك أكثر من عربية إسعاف متواجدة في المكان محوطة المكان تحسبا لأي إصابات، لكن الحمد لله الإصابات كانت حالتين اختناق فقط كما صرح لنا احد اطقم الاسعاف وتم السيطره على الوضع.